برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بدأت الأربعاء فعاليات الورشة التدريبية لتطوير قدرات ضباط ارتباط الاتصال والتواصل في البلديات المشاركة بمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي. نرحب باسمكم بعطوفة المهندس، عطوفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، مندوب معالي وزير الإدارة المحلية نائب رئيس الوزراء الباشا توفيق كريشان. وأكد أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات أهمية الجهود التي يبذلها المشروع بهدف تطوير وتحسين أداء وخدمات البلديات المشمولة بمجال ترسيخ التنمية المحلية في البلديات. أيضا أنشأنا العديد من المحطات التحويلية، حدثنا أسطول أيضا إدارة النفايات الصلبة، أنشأنا 13 محطة فرز للنفايات الجافة القابلة للتدوير في مختلف مناطق المملكة، أنشأنا بعض المصانع السماد العضوي حتى نسهم في في حل مشكلة الذباب في شريط الأغوار، وهي المصانع السماد عم تنتج سماد معالج من مخلفات الحيوانات حتى يستخدموه الإخوة المواطنين سواء في شريط وادي الأردن أو في المناطق المفرق الزراعية كسماد آمن وهو بمواصفات عالية. ايضا هناك العديد من المشاريع اللي بنشتغل عليها حاليا، عندنا اخر مشروع جديد كمان من الممول من الحكومه الكنديه باعاده تاهيل وتحديث المحطه التحويليه في الشوبك، وانشاء ايضا محطه اخرى لفرز النفايات القابله الجافه والقابله للتدوير. هاي المشاريع كلها اسهمت حقيقه في خلق فرص عمل. كان عندنا مشروع من الوكالة الألمانية بلش مع بداية اللجوء السوري، لغاية الآن صرنا مشغلين فيه أكثر من 14,000 ما بين مواطن أردني وسوري، احنا نسميها العمل مقابل الأجر. كانوا يقوموا بجمع المواد الجافة القابلة للتدوير وتزويد فيها محطات الفرز والقيام بحملات النظافة للطرق الخارجية والمتنزهات والغابات والمناطق السياحية. هذا المشروع أيضا ساهم في تقليل كمية البطالة لدى شبابنا، وايضا كان له مساهمات كبيره حقيقه في تخفيض التوتر اللي كان بينشا في المناطق اللي فيها تواجد سوري اكثر، انه اخواننا السوريين عندهم مهارات وسكيلز افضل مننا وبعض الحرف، وبالتالي فكان هذا بشكل شوي عبء على مواطننا الاردني. الان بوجود هاي المشاريع خلقت فرص عمل جديده لمواطننا الاردني. احنا مستمرين حقيقه مع الجهات المانحه، عندنا مشروع الان مشروع الخدمات للبلدية راح يطلق غدا إن شاء الله تحت رعاية معالي نائب رئيس الوزراء من الـ USAID، وهذا المشروع أيضا راح يسهم في تحسين نوعية العمل البلدي وتقديم العديد من المشاريع اللي بتخلق فرص عمل وبتساهم بتحقيق التنمية المحلية المتوازنة بين بلديات المملكة المختلفة. مدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة أكد على أهمية الورشة للنهوض بمستوى العاملين والمعنيين، لافتا إلى أن المشروع مستمر منذ 2014 وحقق العديد من الإنجازات. الدورة اليوم دورة إعلام واتصال، نعمل على رفع القدرات المؤسسية للناطقين الإعلاميين باسم البلديات المستفيدة، تعريفهم على الأدوات الحديثة فيما يتعلق بالعمل الإعلامي وبإرسال الرسالة الصحيحة والمناسبة عن أعمال وإنجازات بلدياتهم وعن مبادراتنا والمبادرات على أرض الواقع وخدمة المجتمعات المحلية وقياس رضا متلقي الخدمة والتحسين من جودة الحياة بين قاطني هذه البلديات أردنيين والجنسيات الأخرى المقيمين بين في أحيانا وفي مدننا. استغلينا الدورة هذه للإعلان عن مبادرة العمالة المكثفة. مشروعنا الآن يعمل بحيث أنه نسبة 10% من تمويل أي مشروع فرعي راح تروح إن شاء الله للعمالة المكثفة عن طريق القرعة اللي بتراعي كافة نسب التشغيل التي ينص عليها قانون العمل الأردني. مشاركون قالوا إن الورشة ستساعد ضباط الارتباط في البلديات المشمولة بمشروع الخدمات والتكيف الاجتماعي على ممارسة بعض مهارات الكتابة الصحفية خاصة الأخبار
والعناوين والأخبار العاجلة. ضمن مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي يكون تركيز دائما على توفير الفرص العمل للجنسيتين، سواء من مواطنينا المحليين ومن إخواننا اللاجئين الذين أصبحوا يتقاسموا معنا الخدمات والمشاريع وفرص العمل حتى نرقى إلى مجتمع يرضي الجهتين. إن شاء الله بمشاركتي بهاي الورشة التدريبية على مدار 3 أيام رح يكون تدرج المشاورات المجتمعية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل المشروع المختلفة، وإطلاق دليل في يوضح خطة إشراك الجهات ذات العلاقة في مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي. وثمن ممثل الشركاء في منظمة أرض التنمية والديمقراطية المحامي رامي قويدر جهود وتعاون الوزارة والجهات الحكومية في تطوير العمل البلدي، لافتا إلى استمرار الشركات وتقويتها، مبينا أن المبادرات المطروحة للبلديات تتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات وخلق فرص عمل للشباب.